ولمزيد من الحديث والنقاش حول تفاقم الأزمة المعيشية في لبنان في ظل فشل العملية السياسية وتهديدات خارجية بالتدخل في لبنان، ينضم إلينا عبر سكايب من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية سيد فرانكو عبد القادر. مرحبا بك معنا. مرحبا سيد فرانكو. الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان يشهد أزمة حادة وكبيرة متفاقمة، وهي إما أنها تعكس أزمة اقتصادية بطبيعة الحال أو أزمة سياسية. برأيكم ما نوع الأزمة الآن في لبنان؟ بداية تحية لكم وللمشاهدين الكرام. الموضوع في لبنان أن وكما ذكر تقريركم أن لبنان أصبح على شفير الهاوية، بل أصبح في الهاوية. المشكلة أنه في ظل هذه التركيبة السياسية الحاكمة لا يوجد بالفعل أي حل في لبنان، حل سياسي أو اقتصادي أو مالي، لأن الجميع يرزح تحت عبء يعني فقدان المواد الأولية والبنزين ومادة المازوت أيضا، وهذا يعني ينسحب على كل مقدرات الشعب في العيش الكريم. وبالتالي ليس هناك من حل مبدئيا، حتى ولو تشكلت حكومة من خلال هذه الطبقة الحاكمة لن يكون هناك أي تسهيل للأمور المواطنين، بل العكس ستزيد الأمور سوءا، نظرا لأن هذه الطبقة الحاكمة قد وزعت يعني أموال المواطنين والمودعين اللبنانيين والأجانب على مشاريعها، وقد سرقت ما سرقت وعاتت فسادا في لبنان، وبالتالي لبنان أصبح في الهاوية وليس هناك من أي فرصة لقيام لبنان من جديد في ظل وجود هذه الطبقة الحاكمة. طيب يعني كأنك تتطرق إلى ما ذكرته الخارجية الأمريكية سيد فرانكو، والتي قالت بأن السبب الأزمة الاقتصادية الموجودة هو القادة السياسيون في لبنان، وبالتالي السؤال الآن هل الحل في تشكيل حكومة في لبنان، أم أن تشكيل الحكومة سيعقد الأزمة من جديد إذ أن هناك خلافات كبيرة كما نعرف؟ صحيح، الموضوع ليس أن هناك خلافات كبيرة أو صغيرة بين الطبقة الحاكمة، وهي الطبقة المكونة من كل التيارات السياسية والأحزاب في لبنان. الموضوع أنه حتى لو تم تشكيل حكومة اليوم من هذه الطبقة لن يكون هناك من حل، لأن ربما الأشخاص والوجوه ستتغير، ولكن السياسة ستبقى كما هي، كما أن يعني وبالتالي هناك بالنسبة لموضوع الإدارة الأمريكية حثت على تغيير الطبقة السياسية. نعم، هذه يعني رأي واشنطن، رأي الإدارة الأمريكية لا يتناغم مع رأي الفرنسيين وماكرون، لأن ماكرون يفضل يعني الدولة الإدارة الفرنسية تفضل أن تتشكل حكومة من هذه السلطة، حكومة اختصاصيين، ولكن من رجالات السلطة الموجودون الآن. أما الإدارة الأمريكية فهي تريد تغيير السلطة، تغيير الوجوه السياسية الموجودة الآن، وهذا بالفعل هذا هو الحل الوحيد لقيام لبنان من جديد في ظل وجود هذه الطبقة، ولن يغير في المشهد الاجتماعي أو المعيشي أو الاقتصادي أو المالي من شيء، ستبقى الأمور كما هي. من الواضح أن هناك تدخل خارجي هو الذي ربما يعني يفرض على السياسيين اللبنانيين تغييرا ما، هل تتوقع ذلك أولا، وما نوع هذا التغيير، مدى الاستجابة سواء للمطالب الأمريكية أو الفرنسية، هل تتوقع أن يكون كبيرا من تلك الأطراف، أم أن الشعب اللبناني سيبقى يدفع ثمن هذه الخلافات والتوتر؟ الموضوع الفرنسي، فرنسا يعني تتكلم دائما عن فرض عقوبات او تدخل عسكري، يعني المجلس العسكري في وزاره الدفاع الفرنسيه هو من قال نعم هو من قال ان عن هو من تكلم عن تدخل لقوات طوارئ في لبنان،
ولكن الإدارة الأمريكية هي جادة في فرض عقوبات حقيقية على السياسيين اللبنانيين، بعكس الدولة الفرنسية وماكرون. يعني حكومة ماكرون تفضل دائما البقاء على هذه الطبقة الموجودة الآن على صدة الحكم في لبنان، لأنها تتبع لحزب الله، وحزب الله الإيراني عفوا، نحن نعلم أن فرنسا لها مصالح استراتيجية تجارية كبيرة مع النظام الإيراني، حيث بلغت تصديرات المواد الفرنسية إلى طهران إلى إيران، نعم، حوالي 6 مليارات دولار. وبالتالي فرنسا لن تحاول أن تقضي أو عفوا أن تقوم تحدث تغيير جذري، يعني نعم صحيح، أيوة حسن صحيح، في الطبقة السياسية. لذلك أنا سألتك سيدي فرانكو، هل يعني أي الحلول أقرب إلى التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع، أم أن الطبقة السياسية الموجودة لن تستجيب لأي من الحلول وستبقي الأوضاع والاحتقان كما هو؟ السياسية الموجودة لن تقوم بأي تغيير، تريد أن تحكم، ولكنها تعرف إن هي شكلت حكومة لن تستطيع فعل أي شيء، بل بالعكس ستتعقد الأمور أكثر، وبالتالي ستثبت للعالم أنها لا تريد التغيير، لا تريد تحسين أوضاع اللبنانيين. وهي إن تشكلت حكومة اليوم بنفس هذه الوجوه أو هذه الطبقة السياسية أو برئاسة سعد الحريري، فإن لبنان لن يحصل على أي مساعدات، وبالتالي هم لن يشكلون حكومة اليوم غدا أو بعد غد، لأنهم يعلمون جيدا سعد الحريري مثل الطبقة الحاكمة اليوم في لبنان، يعني أصبحوا منبوذين من المجتمع اللبناني ومن المجتمع الدولي، وخاصة المجموعة العربية. هي المجموعة العربية لا تثق في هذه الطبقة الحاكمة في لبنان، والطبقة الحاكمة السياسية تعلم ذلك، وبالتالي هم لا يتجرؤون على تشكيل حكومة، لأنهم يعني عفوا سيصلون إلى طريق مسدود في حال شكلت حكومة، وبالتالي هم يعلمون ذلك، كما أنهم يعني يمثلون على الشعب اللبناني بأنهم يختلفون على أسماء وزراء. يعني نعم. من يصدق هذه التمثيلية الصغيرة؟ البلد ينهار، البلد أشبه بطائرة، نعم، تحترق في طيب. الجو، وهناك من يعارك الآخر الجلوس على الكرسي في جانب سيد فرانكو في دقيقة لو سمحت، كل ذلك انعكس على حياة المواطن اللبناني بشكل غير مسبوق. نحن أمام كما تفضلت في البداية انهيار حقيقي اجتماعي أو في المنظومة المعيشة اللبنانية. إلى 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 أي مدى يمكن أن يتحمل المواطن اللبناني كل هذا الضغط؟ يعني الانفجار أصبح قريبا جدا. الشعب اللبناني فقط يستطيع اليوم يعني العيش، لأنه يتلقى مساعدات من دول الاختراق، من اللبنانيين. يعني أعتقد أن 70% من الشعب اللبناني يستطيع ربما الصمود، يعني نوعا ما، لأنه يتلقى مساعدات من أقربائه، من أهل المغتربون. ولكن أنا أؤكد لكم سيد الكريم أن الموضوع في لبنان جدي، ولبنان يتجه نحو الانهيار التام. نعم. وبالتالي إذا لم تتغير حالا هذه الطبقة الحاكمة، فلن يكون هناك من أي فرصة على المدى المزور في عفوا. شكرا لك مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية سيد فرانكو عبد القادر، كنت معنا من زيورخ، شكرا لك.